في حدث غريب تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تداول صور وأخبار للفنانة الجزائرية بغتة بن ويسن، وكشفت صفحات ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنانة تعرضت للسحر الأسود وقد تم فكه، فيما كذبت صفحات أخرى الخبر ودعت بغتة إلى عدم القلق. وعلقت الأخيرة عبر حسابها على انستغرام وقالت: حسبي الله ونعم الوكيل، لا يفلح الساحر حيث أتى، الحمد لله يا ربي.